للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب الصحفي الفلسطيني الاستاذ عز الدين ابراهيم. اهلا بكم الى استوديو الرافدين. برايك ما الوسائل السياسيه المتاحه امام السلطه الفلسطينيه لحل الازمه؟ يعني اذا كنت تتحدث عن موضوع الازمه يعني قرن صفقه القرن، نعم، فبلا شك ان السلطه الفلسطينيه في المقام الاول مطلوب منها ان تمثل الجبهه الداخليه بتحقيق المصالحه الفلسطينيه حتى يستطيع الفلسطينيين مواجهة هذه الخطة، خطة تصفية القضية الفلسطينية بجبهة موحدة. ورقم اثنان بالتوجه إلى العالم العربي والدول العربية بأن ما يجري الآن ولا سيما المؤتمر الذي سيوقف في البحرين لا يمثل الفلسطينيين ولا يرضى عنه الفلسطينيون، وكل دولة عربية تشارك في هذا المؤتمر هي متآمرة وهي مشاركة في يعني إجراءات ترامب وإدارة تصفية القضية الفلسطينية. للأسف السلطة الفلسطينية ليس أمامها كثير من الخيارات باستثناء كما قلت تمكين جبهة الداخلية وتحقيق المصالحة، حتى على الأقل يكون الفلسطينيون قد أعذروا إلى الله ويكونوا قدموا ما عليهم في يعني الدفاع عن قضيتهم بما لديهم من أدوات يعني بسيطة، وأدوات للأسف لا ترقى إلى يعني ما يعني يتم أو ما يجري من تآمر ويعني مخططات. نعم، على طاولة السياسية وطاولة السياسة يحتاج اللاعبون السياسيون إلى أوراق. ما الأوراق التي تملكها السلطة الفلسطينية لإفشال ما يسمى صفقة القرن؟ أنا كما أسلفت لك أخي الكريم يعني هي لا تمتلك أي أوراق. الورقة الوحيدة المتاحة أمامها الآن يعني هي تحقيق المصالحة والتوافق فلسطينيا على مشروع وطني جامع لمواجهة حركة حماس بالمناسبة وفصائل أخرى. دعوا السلطة الفلسطينية ودعوا حركة فتح للتوافق على مشروع وطني وعلى يعني خطوات وطنية لمواجهة صفقة القرن. للأسف السلطة الفلسطينية لم يعني تأبه لهذه الدعوات ولم تلقي لها بالا. إذا كنت أنت كيعني محمود عباس وكرئيس السلطة الفلسطينية لا تأبه بجبهتك الداخلية وتلقي يعني بالمبادرات التي يعني يطرحها شركائك في الوطن عرض الحائط، فبالتالي أنت تتخلى عن أوراقك. السلطة الفلسطينية إذا افترضنا أنها بحق يعني عازمة على مواجهة هذه الصفقة، فالخطوة الأولى والورقة الأولى هي إبرام المصالحة، ومن ثم محاولة يعني تحميل المجتمع الدولي وتحديدا الدول العربية وجامعة الدول العربية مسؤولية ما سيجري في البحرين. هنالك مشاركة للرئيس محمود عباس في مؤتمر في مؤتمري مكة المكرمة، يفترض أن يكون الرئيس محمود عباس أو أن يحمل الرئيس محمود عباس خطاب واضح للدول العربية المشاركة وأن يسميها بالاسم، بأن ما يجري الآن من تحضيرات لمؤتمر المنامة هو تآمر على القضية الفلسطينية وهو محاولة دق المسمار الأخير في نعش القضية الفلسطينية. إذا لم يكن الفلسطينيون وتحديدا المستوى الرسمي منهم جاد بتحميل المسؤوليات بشكل واضح للدول العربية المشاركة في هذه المؤامرة، فبالتالي يكونون قد يعني تخلوا عن ما يملكون من أوراق قليلة يعني في مواجهة هذه الصفقة. طيب أستاذ عز الدين، يعني ما السبب برأيك للدفع من أجل عقد مؤتمر البحرين؟ يعني عباس يقول فلتذهب صفقة القرن إلى الجحيم، ونرى بأن هناك رفض لمؤتمر البحرين. ما الأهداف الأساسية من عقد المؤتمر؟ نحن أمام إدارة أمريكية تتعامل مع العالم وليس مع قضايا العرب والمسلمين، مع العالم بعقلية التجار. رأينا كيف تعامل ترامب مع أموال الخليج ومع الأزمة الخليجية بين قوسين بحلب كثير من الأموال من دول الخليج. الآن ترامب وصهره كوشنر التاجر أيضا يظن أن حل القضية الفلسطينية سيتم بنفس الطريقة التي تعامل معها مع الأزمة الخليجية، بأن يعني يدفع للفلسطينيين الأموال مقابل التخلي عن ثوابتهم. هذا الأمر لا يتم ولن يتم. القضية الفلسطينية هي قضية مقدسات، هي قضية العرب والمسلمين قبل أن تكون قضية فلسطين يعني لوحدهم. فبالتالي يعني الإدارة الأمريكية تتعامل مع هذا الملف بهذه العقلية. هم يعني يظنون أن الأموال التي سيجلبون أو يعني يحصلون عليها من دول عربية للأسف ستكون كفيلة بإنهاء هذه القضية، إنهاء هذه القضية وتصفيتها، وبالتالي يعني يكون ترامب على مشارف إدارة أمريكية، على مشارف فترة رئاسية جديدة بإنجاز خارجي، والآن للأسف يعني يتاجر أو يحاول أن يكسب على ظهور العرب والمسلمين بعد أن فشلت الرئاسة الخارجية في تحقيق أي إنجاز، سواء فيما يتعلق بفنزويلا أو
التعامل مع الملف الإيراني، هو يحاول أن يحقق ولو إنجاز واحد على مستوى السياسة الخارجية من خلال يعني عرض القضية الفلسطينية في مزاد يعني تحت مسمى مؤتمر المنامة. نعم الأستاذ عز الدين إبراهيم الكاتب الصحفي الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.